تعال هنقولك أحسن طريقة لعمل علف الأرانب في المنزل بأقل التكاليف. بيتم تجهيز علف الأرانب المحبب من خلال وزن المكونات وتجميعها مع بعضها وخلطها وطحنها. المكونات اللي بتدخل في تركيب علف الأرانب بتكون الحبوب ومنتجاتها زي الذرة الشامية، الذرة الصفراء، الشوفان، الرز وكسر الرز، القمح والشعير والذرة الرافعة، وممكن كمان مخلفات المطاحن ومضارب الرز زي نخالة الذرة بأنواعها، دق الفول، سرسة الرز، نخالة القمح الناعمة والخشنة، وسن العدس. مخلفات النشا زي جلوتين الذرة والردة. مخلفات مصانع السكر زي الملاس. مواد العلف الحيواني الصناعية. مخلفات مصانع الزيوت زي كسب القطن المبشور وكسب السمسم وكسب الفول السوداني وكسب عباد الشمس وكسب الكتان وكسب فول الصويا بأنواعه.